بتحضري حاجه جديده رانيا؟ اه ان شاء الله مسلسل فالنتينو مع الاستاذ عادل امام والزعيم عادل امام طبعا، واخراج الاستاذ رامي امام وتاليف الاستاذ ايمن بهجت قمر، ويا رب ان شاء الله يبقى حاجه كويسه باذن الله. صالحتي مع الفنان عادل امام؟ لا يا جماعه كلمه الصالحتي دي ما بحبش اسمعها بعد الخلاف اللي كان بينه وبين الفنان محمود ياسين. انا اصلا انا مش مستوى استاذ عادل امام عشان اصالحه واخصمه، مفيش اصلا كان مشكله، دي حاجات خلافات كانت في الشغل بينه وبين والدي، وبابايا نسيها اصلا من زمان وموضوع خلص، ويعني استدين الاعلام هو اللي بيديها اكبر من حجمها يعني. بس ابنة فنان كبير زيك محمود ياسين، انا عايز اعرف ايه النصيحه اللي قالها لك والدك من يوم ما دخلتي المجال الفني؟ ايه النصيحه اللي ماشيه بيها لحد دلوقتي في حياتك؟ هي نصيحه الحياه ما بقتش نافعه، الالتزام ما بقتش نافعه دلوقتي خلاص، يعني طول ما الواحد ايه ماشي مش ملتزم ويعني بتاع، تلاقي الناس يقول لك اه بنجيبوا فلان ده علشان صحيح بتعمل مشاكل بس كويس يعني كده، تلاقيه اه والله بسمعتها كتير يعني. فانت دايما طول ما انت عامله دوشه هم ملتفتين، الملتزم قوي ده بينسوه. انت اتربيتي في بيت اب وام فنانين وتزوجتي فنان، ايه الغلطات اللي شفتيها في بيت والدك ووالدتك حاولتي ما تعمليهاش لما تزوجتي من فنان؟ لا انا ما لقيتش عندهم الحقيقه اي غلطات، كازواج فنانين عندهم اولاد كانوا مهتمين بينا، كانوا بيخافوا علينا، كانوا خافوا علينا جدا اكتر من مليون كده مليون مره كمان مننا يعني، حريصين قوي على ان احنا دايما كل حاجاتنا تبقى يعني موجوده، مش بمعنى الدلع يعني، ولكن طلبات متطلباتنا الاساسيه بيعملوا المستحيل عشان يعملوها لنا يعني، ومع ذلك ما طلعناش سبويلد يعني وعيال مدلعه وبايظه ومش بتاعت مسؤوليه، لا يعني عرفوا ان هم يعملوا لنا التوازن ده، فانا يعني يا رب اعرف اطلع اولادي كده يعني.